الحب في الوجود نوعان فقط لا ثالث لهما، ما في وسط، إما حب كامل وإما حب ناقص. الحب نوعان، حب كامل وحب ناقص. الحب الكامل هو حب الذات المقدسة، حب الله جل وعلا وما يقرب إلى محبته، هذا حب كامل، وكل محبوب ما سواه فهو حب ناقص. السبب لأن الحب الكامل حب خلود لا فناء، والحب الناقص حب فناء لا خلود. وهناك فرق كبير بين الفناء وبين الخلود، فحب الله حب خلود لا فناء فيه، وحب ما سواه حب فناء لا خلود فيه. وانت بدك تحب حب كامل ولا حب ناقص؟ الحب الكامل هو الحب الذي لا ينقص ولا يمر عليه فناء ولا يتلاشى ولا يضعف ولا تمر عليه أزمات، يتبدل ولا يتغير، حب كامل لا يتبدل ولا يتغير. أما حب ما سوى الله يتبدل ويتغير ويضعف ويتلاشى، وممكن أن ينقلب الحب إلى عداء. قال عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما. كمان اللي بتبغضه كمان خلي للصلح مطرح. وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فإذا كل حب يفنى، وكل حب يتلاشى، وكل حب يتغير، إلا حب الله جل وعلا، حب في ازدياد دائما لا نقص، وكمال من غير نقص، وحب لا تبديل فيه ولا تغيير. قال سيدنا علي رضي الله عنه: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. يعني الآن أحب الله أنا ما لي شايف، أحب الله حب الغيب، أحببته على غيب، فلو كشف الغطاء ونظرت إلى الله جل وعلا ما زاد حبي فيه شعرة، لأن حبي له حب اليقين، وحب اليقين لا يتبدل ولا يتغير. فحب الله حب يقيني، لا حب خيالي، لا حب مثالي، حب يقيني يمتلئ القلب بهيبة الله، بجلال الله، بعظمة الله، فلا يبقى لغيره ميل ولا لسواه التفات. هذا الحب الحقيقي الذي يجب أن يسعى إليه الإنسان. فرأوا رجلا على قبر يبكي، فقالوا له: ما لك تبكي؟ قال: مات حبيبي. فقالوا له: سامحك الله، لما أحببت من يموت؟ لما أحببت من يموت؟ حب من لا يموت، حبيت من يموت، إيه راح الحب تبعك، وينصف هذا الحب؟ هذا الحب راح. إن كان لله التقيت به في الآخرة، وإن كان لغير الله كان هذا الحب وزرا عليك بين يدي الله، إثم ووزر وحجاب لك عن الله. فلذلك نقول أن الذاكر عندما يذكر الله عز وجل، إذا ذكر الله وهو يريد
النور أو الفتح أو الصفاء أو تحريك القلب أو شيء من هالأحوال، فهذا ذاكر محجوب عن الله، حجب بأحواله عن الله وبأنواره عن الله. أما المؤمن هو الذي يذكر الله لله. ألا لله الدين الخالص، لله لا يريد عطاء ولا يريد إمدادا ولا يريد الله. لذلك هذه الكلمة التي علمناها إيانا، علمونا إياها رضي الله عنهم أولياء الله، فقالوا في كل نفس تتنفس في الذكر أن تقول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أن لا يكون لك طلب إلا رضا الله ولا قصد إلا الله. فلا نقصد عطاء ولا فتحا ولا مددا ولا نورا ولا تجليا، إن أتى فذلك من فضل الله، وإذا ما أتى نحن مع الله. نريد الله، هذا الذاكر المخلص. أما الذاكر لأحوال وأنوار هذا ذاكر محجوب عن الله، محجوب. ليش؟ لأنه لما ذكر رأى الأنوار فرح، ما شاء الله 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 الله، شاف أنوار ما شاء شيء حلو. قال تاني مرة لما قعد ليذكر، قعد يذكر مشان إيش؟ قعد يذكر مشان يشوف الأنوار، ما مشان يحضر قلبه مع عظمة الله. فحجب بالنور عن منور السماوات والأرض. لذلك لا تطلب، إذا أتى فهذا فضل الله، العطاء منحة إلهية، لكن لا تطلبها، اطلب الله. من طلب الله وجد كل شيء، ومن طلب غير الله فقد الله وفقد كل شيء.